رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح يخص الفريق الوطني باستقبال رسمي بقصر الشعب بعد التتويج بكأس إفريقيا للأمم، وينوه بالإنجاز الباهر للنخبة الوطنية ويصفه بالحدث الرياضي التاريخي في حياة الأمة. رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح يقرر إسداء أوسمتين من مصاف الاستحقاق الوطني لعناصر المنتخب الجزائري، تقديرا لإيداع اللاعبين لإبداع اللاعبين وإعلائهم رصيد وشأن الرياضة الجزائرية. ووسط فرحة عارمة وامتنان من الجزائريين، الموكب الحافل للفريق الوطني يجوب شوارع العاصمة على وقع الهتافات والأهازيج، والجماهير تضبط إيقاعها على أجواء الاحتفالات بالتاج الإفريقي داخل الوطن وخارجه. المنتخب الوطني لكرة القدم يتوج بطلا لإفريقيا ويرصع سجل الجزائر الكروية بنجمة ثانية في الدورة 32 من كأس إفريقيا للأمم بمصر. مشاهدينا، أهلا بكم إلى تفاصيل نشاط الأخبار. رفعتموها فرفعتم هاماتنا، رفعتموها فرفعتم سقف أفراحنا ومجد قاماتنا، شعلة في سماء إفريقيا، نجمة ثانية ترصع سجل تاريخنا الكروي بعد 29 سنة من النجمة الأولى. وبين النجمتين نجمة وهلال وراية خفاقة في سماء الفرح لوطن يعشق الانتصارات. في غمرة شغلت الورى وملأت الدنا، كانوا لله شاكرين وللوطن ممتنين بلفتة تسابحها من حنايا الجزائر. لأنهم السند والمدد، كان العرفان لأنصار نصروا فانتصروا، ها نحن نمد لكم أيدينا ملء فرحا ونصرا وكأسا، عسانا نوفيكم حقكم. هذه هي الجزائر، وهؤلاء بنوها يكتبون التاريخ بلغة الوطن. خص رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح أعضاء المنتخب الوطني والطاقم المسير باستقبال رسمي بقصر الشعب. رئيس الدولة وطويناه كما يطوى الكتاب. رئيس الدولة ألقى بالمناسبة كلمة نوه فيها بالإنجاز الباهر للنخبة الوطنية المتوجة بكأس أمم إفريقيا بعد 29 سنة من الغياب، مؤكدا أن الشعب الجزائري توسم فيهم التألق بعد أن خاضوا المباريات الشاقة بروح وطنية متقدة وبمزايا رياضية تضاف إلى رصيدهم المشرف. إن تتويجكم المستحق بكأس أمم إفريقيا، يضيف رئيس الدولة، حدث رياضي تاريخي في حياة الأمة، منه انبثقت أفراح الجزائريين الذين عاشوا بالعقل والوجدان معكم وأنتم تبدعون الملاحم في الملاعب، وتقديرا لإعلائكم رصيد وشأن الرياضة الجزائرية. يقول رئيس الدولة: قررنا أن نسدي لكم أوسمة من مصاف الاستحقاق الوطني. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبطالنا الكبار،
منذ أن بدأتم مشواركم الرياضي المضفر في منافسة قارية صعبة خلال الدورة 32 لكأس أمم إفريقيا بجمهورية مصر العربية الشقيقة، تعلقت بكم آمال الجزائريات والجزائريين في الوطن وفي الخارج. ومنذ أن باشرتم هذه المنافسة الرياضية القارية الهامة توسم فيكم الشعب الجزائري التألق لأنكم من طينة هذا الشعب العظيم. حملتم في قلوبكم أمانة تحقيق الحلم، حلم الفوز والتتويج بالكأس الثانية. لقد خضتم المباريات الشاقة بروح وطنية متقدة وبمزايا رياضية تضاف إلى رصيدكم المشرف، فأجريتم لقاءاتكم مع الفرق المنافسة بثقة الأبطال الشجعان ومهارة اللاعبين المحترفين الكبار. إنكم بهذا لخير قدوة وأحسن مثال لجيل من الشباب الجزائري الطموح، جيل والتاب غيور على الجزائر، جيل له من الاقتدار والكفاءة ما يجعله يمسك بمصيره بيده ليصنع مستقبل الوطن وأمجاده. إن تتويجكم المستحق بكأس أمم إفريقيا حدث رياضي تاريخي في حياة الأمة منذ إن انبثقت أفراح الجزائريين الذين عاشوا بالعقل والوجدان معكم، وأنتم تبدعون الملاحم في الملاعب وترفعون في كل مرة استحقاق في هذه الدورة سقف التحدي تجاوباً مع الملايين من المناصرين، وتوقاً إلى إسعاد الجماهير الفخورة بكم بأدائكم القوي الراقي، حيث امتزجت في تناسق مبهج أناقة وإبداعا الإمكانيات الفردية مع صرامة ونجاعة قوة المجموعة. فكنتم بحق محاربي الصحراء، كنتم محاربين جديرين بهتافات مئات الآلاف من المناصرين، بل أقول ملايين من الجزائريين الذي تحمل بعض منهم مشقة الصفار وأقاموا أهازيج للشباب والعائلات وهم يملؤون الساحات والشوارع تعبيرا عن الابتهاج. أقول أهازيج الشباب والعائلات وهم يملؤون الساحات والشوارع تعبيرا عن الابتهاج بالانتصارات التي حققتموها بحس الوطنيين والتواضع الواثقين. في هذا الموضوع لدى زيارتي إياكم في مكان إقامتكم بالقاهرة، وعدتموني بأن تأتوا بكأس إفريقيا إلى الجزائر، وها أنتم تفيون بالوعد وتأتون بهذا الكأس وتفرحون بها الجزائريين والجزائريات. فشكرا وألف شكر مني شخصيا ومن كافة أفراد الشعب الجزائري على هذا الإنجاز الذي حققتموه للجزائر. مرة أخرى شكرا.
من جهتها الدولة لم تدخر بكل مكوناتها بما فيها الحكومة والمؤسسة العسكرية بأي جهد لتوفير الدعم الضروري لكم والسماح لمواطنينا للتنقل بعدد كبير في إلى مصر لمناصرتكم في إطار حقيقة جسر جوي ما بين الجزائر والقاهرة. إن هذا جهود معتبرة قلما بذلتها دول أخرى في مثل هذه المنافسة، وهي بذلك تستحق التنويه والإشادة لما تضمنته من تخطيط محكم لموارد هامة سخرتها الدولة ووضعتها تحت تصرف مواطنينا لمرافقتكم وتشجيعكم، تشجيعكم في مشواركم المضفر بكأس أمم إفريقيا الثانية. واليوم إذ نحتفي بكم ومعكم في هذه السانحة، فلنسجل في لحظة حافلة بمشاعر الاعتزاز والشموخ، نسجل امتنان وعرفان وتقدير الشعب الجزائري بكامله لكم لما قدمتموه وما بذلته من جهد مشكور ونتيجة أكيدة حققتموها. فلقد مكنتمونا من أن نعيش لحمة وطنية أصيلة فيه، وأسعدتم ملايين الجزائريين معنا في أرض الوطن وفي العالم، ملايين الجزائريين الذين توشحوا بقدسية الراية الوطنية وهتفوا لجزائر قوية موحدة وجديدة ومتطورة. وإننا بهذه المناسبة إذ نتقاسم فيض المشاعر التي عمت ربوع الوطن، ونجدد لكم الشكر والامتنان لما قدمتموه طيلة الأسابيع الماضية من جهد مضن، لنقدر العناء والمشاق التي تحملتموها بصبر واعتزاز، وهو ما يرفعكم بجدارة إلى مقام التكريم والتشريف، حيث قررنا، أقول حيث قررنا بهذه المناسبة أن نسدي لكم أوسمة من صف الاستحقاق الوطني اعترافاً بالإضافة التاريخية المشرفة التي قدمتموها للجزائر، وتقديراً لإعلائكم رصيد وشأن الرياضة الجزائرية. ويعد هذا التكريم استثنائي بحق، إذ يهدف إلى مكافأة إنجازاتكم المتميزة لكي يكون مصدر إلهام وقدوة حسنة للأجيال القادمة. شكرا لكم على كرم الإصغار. وشكرا بشكل خاص إلى فريقنا الوطني الذي أدخل البهجة إلى قلوب ونفوس الجزائريين والجزائريين. ألف شكر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا وحظي المدرب الوطني جمال بلماضي بتكريم خاص، حيث منح له وسام من مصاف الاستحقاق الوطني برتبة عهيد نظير دوره البارز في الحصول على النجمة الثانية. كما كرم اللاعبون والطاقم التقني بوسام من مصاف الاستحقاق الوطني برتبة عشير. Happy birthday.
الشهيد فارس محمد سليم. سيد بن العمري جمل. سيد والناس آدم محمد. سيد زفان. سيد قديور عدلان. سيد علي مهدي. سيد روح أمي. سيد أريش شو. سيد محمد بن عزيز. سيد سارة جبران. سيد حكيم مدان. هذا وكان الفريق الوطني قد وصل إلى قصر الشعب، حيث حظي باستقبال رسمي ومميز بحضور عدد من أعضاء الحكومة وشخصيات وطنية ورياضية. هذا وتلقى رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح التهاني من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الذي هنأه من خلال مكالمة هاتفية وكافة الشعب الجزائري على الانتصار الكبير الذي أحرزه الفريق الوطني بنيله كأس أمم إفريقيا في دورتها 32 بالقاهرة بمصر. خادم الحرمين الشريفين أكد للسيد رئيس الدولة أن هذا الانتصار والفوز ليس فقط للجزائر، بل هو انتصار وفخر لكافة الأمة العربية. كما تلقى رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح رسالة تهنئة من الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي، حيث قدم تهانيه إلى رئيس الدولة والشعب الجزائري بهذا التتويج المستحق والمشوار المشرف للخضر في كأس إفريقيا للأمم. رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح تلقى أيضا رسالة تهنئة من الملك المغربي محمد السادس، هنأ من خلالها الشعب الجزائري الشقيق على الانتصار المستحق، معتبرا إياه إنجازا كرويا قاريا وانتصار بلد مغاربي جار وشقيق. هذا وبحضور رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح سلم رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم أحمد أحمد كأس إفريقيا للأمم في نسخة 32 للقائد رياض محرز. مراسم تسليم الكأس حضرها رئيس الفيفا ووجوه رياضية بارزة.
Competition Award جائزة تورتال لرجل البطولة اللاعب رقم 22 player number 22 Algeria إسماعيل بن ناصر S'il vous plaît, un peu d'intimité. رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح تابع أطوال نهائي كأس أمم إفريقيا وحفل اختتام المنافسة رفقة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ورئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كما شارك اللاعبين والجماهير فرحة التتويج باللقب القاري. العائد من القاهرة إلياس خديجي. رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح يحل بملعب القاهرة الدولي لتعطى إشارة انطلاق مراسم حفل اختتام الدورة. النجاح يصنع ويؤخذ، ولأجل تحقيقه وفرت الدولة الجزائرية كل الإمكانات اللازمة، فحتى الجماهير ضمن لهم دخول مدرجات الملعب مجانا بإصدار تعليمة من طرف رئيس الدولة للتكفل بمصاريف التذاكر. رئيس الدولة عبد القادر بن صالح عاش مجريات المقابلة بأدق تفاصيلها حتى أطلق الحكم صافرة التتويج بالكأس القارية للمرة الثانية، فكانت فرحته من فرحة شعبه. نشوة الفوز الممزوجة بالريادة رسمت على وجوه اللاعبين وكل طاقم المنتخب، حيوا الرئيس وشاركوه صورا راقية مميزة تناقلتها كل وسائل الإعلام. الفريق الوطني الذي كان قد عاد أمس إلى أرض الوطن متوجا باللقب القاري من القاهرة كان في استقباله بمطار هواري بومدينة الدولية الوزير الأول نور الدين بدوي وعدد من أعضاء الحكومة. Thank you.
النخبة الوطنية عبرت وبكل عفوية عن امتنانها للجماهير الغفيرة التي ساندتها قبل وأثناء منافسات كان، سواء ممن حضر مناصرا عبر الجسر الجوي أو في ربوع الوطن. رجعنا اليوم إلى أرض الوطن وفرحانين بهذا الاستقبال، وإن شاء الله يعني الشعب كامل يكون فرحان بهذا كأس إفريقيا، والفضل يعود إلى اللاعبين والطاقم الفني على رأسهم السيد جمال بالماضي، ونتمنى إن شاء الله المزيد من التألق إن شاء الله في المستقبل. Très grosse satisfaction, énorme satisfaction et c'est un sentiment mêlé satisfaction et de fierté. جبنا هذا الكأس للدار ما جير بلادنا، quelque chose qui s'est jamais passé. Et vraiment, grand chapeau à tous les joueurs. Grand chapeau à tous les joueurs. Ils ont été héroïques. Et c'était le col khair. Alhamdoulilah. الشعب الجزائري هذا يستاهل. مبروك علينا. إن شاء الله تدوم الفرحة. إن شاء الله نزيدوا نفرحوهم في المستقبل إن شاء الله. الحمد لله الهدف تاعي جاء في النهائي. ايوه فرحنا كاع الشعب الجزائري. ميرسي بوكو. ومن مطار هواري بومدين الدولي وصولا الى قصر الشعب، جابت القافله المقله للنخبه الوطنيه جابت الشوارع الرئيسه للعاصمه وسط فرحه عارمه وهتافات واهازيج للجماهير الغفيره التي غصت بها الطرقات وابت الى ان تكون حاضره وملتفه حول ابطال افريقيا في موكب بهيج وحافل، والصور ابلغ واصدق من كل تعليق. وفرحة التتويج عبر الوطن لا توصف. الفريق الوطني كان منتخب قوي جدا، دينا الله كوب والحمد لله وبارك الله فيكم.
بارك الله فيهم ومسعونا وجابوا لنا النسخه الثانيه وبارك الله فيهم وتوتري في بلجيري وتوتري في بلجيري مبروك علينا مبروك علينا ربي معنا ديما الحمد لله في بلجيري وما أن أعلن حكم المباراة عن نهاية اللقاء التاريخي حتى دوت هتافات الأنصار الذين توافدوا إلى القاهرة لتشجيع المنتخب الوطني في صور ومشاهد أبهرت العالم. محمد شماني. المستحيل ليس جزائريا، عرفناها صغارا كبرنا بها، أحسسناها آمنا بها، وطن يسكننا مثلما نسكنه هنا الجزائر. كان 2019 توجنا بها وجمهور عاهد الخضر منذ البداية فلم يضيع موعدا لفريق بروح وطن. الحمد لله يا ربي، مبروك علينا مبروك على الشعب الجزائري عامة. بلجيري ربحنا ان شاء الله، ربحنا كيما لازم وان شاء الله لازم هكا نلعب. وان تو تري في بلجيري. الحمد لله من 1990 هذا وين تنفسنا، الحمد لله يا ربي. بالماضي فرحنا لجوار كامل ما شاء الله، تحيه بنجاح لزوم 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 وتحيه الجزائر، تبقى الجزائر في العلالي. طولنا وسفرينا والحمد لله، ونشكروا بالماضي ونشكروا كاع الطاقم الفني تاعه، ونشكروا البيبليك اللي جا هنايا وفرحونا. وان تو تري في بلجيري. رانا من لوفانتيا هنايا مع ليكيب ناسيونال، وقلناها في الاول باللي نربحوهم وربي وفقنا وما تعبناش باطل. انا من ولايه بسكره وناديها 48 ولايه، ربي وفقنا. 1 2 3 في فالجيري. نشكر بالماضي يا خويا اللي جاب لنا دوزيام نجمه، ونشكر بالماضي اللي جاب لنا دوزيام سما. في فالجيري الحمد لله، شكاره في العديان. ربحنا في كونترا العديان. هنا القاهرة بل هنا الجزائر المتوجة ملكة على الماما أفريقيا. النجمة الثانية، النفس الثاني، الأنصار فقط هم أنفسهم، لا يتغيرون، لا يضيعون المواعيد الكبرى بشعار سجل أنا جزائري. مبروك علينا او شابو بوغ بالماضي بوغ لي جوار. مالغري تو سفرينا وحرقنا لهنا، مي الحمد لله الحمد لله كي جبناها، وجي الحاجه اللي جابتنا لهنا البكات عبو نجاح وعطال. رانا على جالك جينا يا ابو نجاح، والحمد لله بالمركز البيت ودينا. السلام عليكم. الحمد لله مبروك علينا، تعبت شهر ما راحش باطل، كي حرقنا الفيزا ما راحتش باطل. ويعطيكم الصحه يا ليفر، ويعطيكم الصحه والعقوبه ان شاء الله للثالثه. تعبنا ما راحش باطل، الحمد لله يا رب العالمين، شقينا وتعبنا. 1 2 3 في بلجيري. الحمد لله يا ربي، فرحنا بالماضي وان شاء الله يفرحوا دنيا واخره. ونقول لهم حفله بدون سيارات، يرحم والديك مزهاو معانا بدون سيارات، بارك الله فيك. تحققت النجمه الثانيه بعرق اللاعبين وعرق الانصار ايضا وحتى الصحفيين. مسيرة لم تأتي هباء، بل سهر عليها ورافقها الأنصار هنا بالقاهرة منذ البداية، منذ مباراة كينيا إلى ثنائية السنغال. بعثة تلفزيون الجزائر إلى القاهرة، محمد شماني من أمام ملعب القاهرة. 1 2 3 بلجيري. 1 2 3 بلجيري. ونبذ الإخوة من فلسطين القضية، فالفرحة هناك لا تكاد تفرق بين فلسطين الشهداء وأرض الشهداء الجزائر. One, two.
مبروك للمنتخب الجزائري، الشعب الفلسطيني يتقدم بالتهنئة لبلد المليون شهيد. الجزائر، تحيا الجزائر. من غزة، من غزة المحاصرة، من غزة المحاصرة نتقدم بالتهنئة للشعب الجزائري، محاربين الصحراء. يا جزائر، جزائر، يا جزائر، يا جزائر. الشعب الجزائري يستحق، محاربي الصحراء بالدماء، بالدماء، محاربي الصحراء بيستاهلوا. كنا كلنا ايد واحده وجزائر 1 2 3 في فراجيري، 1 2 3 في فراجيري. جاليتنا بفرنسا احتفت بالانتصار في شهر الانتصار وبطريقتها المميزه. تتويج مستحق باللقب الإفريقي بعد مباراة بطولية للخضر أبانوا فيها عن روح قتالية لإسعاد الجزائريين الذين تنقلوا بأعداد كبيرة عبر 28 طائرة منها 9 عسكرية، حيث اتخذت الحكومة كل التدابير اللازمة لراحة المناصرين. إسماعيل ميلودي. بعد الظمأ كان الارتواء لمحارب عطشان تجاوز كل الصعاب وبلغ الهدف ليكون العناق بحرارة وشوق لكأس هي الأغلى في القارة السمراء، توج بها المنتخب الوطني للمرة الثانية في تاريخه. تتويج كان العامل المشترك فيه بين الأمس واليوم وحب الوطني وتشريف الراية، لكن الخصوصية هذه المرة الإنجاز كان خارج الوطن. ومن أين؟ من أرض الكنانة. مصر صاحبة الرقم القياسي في عدد التتويجات، ما زاد الكأس حلاوة. استثناء يحسب للمدرب جمال بالماضي وأشباله الذين أفرحوا أسعدوا وأثلجوا صدور الجزائريين بعد ملحمة كروية نهائية أمام منتخب السنغال الذي تاه ضمن خطة تكتيكية مهندسها جمال بالماضي وطبقها رفقاء محرز بإحكام ليحدث الأهم في وقت مبكر من المرحلة الأولى، وهدف وقعه اللاعب بنجاح، هدف كان بمثابة جرعة معنوية لزملائه. ورغم المقاومة من أسود تيرينغا إلا أن المحاربين أحكموا قبضتهم على الفريسة في الدفاع والهجوم، وتألق تحت أنظار النجوم في المرحلة الثانية التي أنقذت فيها تقنية الفار الخضر من ضربة جزاء. إصرار، مقاومة وصمود من محاربي الصحراء حتى ولو سالت دماؤهم، لأن الأهم كان بلوغ الهدف، هدف تحقق أخيرا ليتجدد العناق للتاج الإفريقي بعد 29 سنة على حساب أسود تيرينغا، ويتحقق الحلم، حلم ترصيع القميص بنجمة ثانية هي أجمل وأغلى هدية على قلوب الجزائريين، خاصة وأن الزمن هو جويليا الاستقلال. تتويج الخضر بالكأس وأداؤهم المتميز كان محل إشادة وتنويه من قبل الصحافة الدولية المتابعة للحدث الكروي القاري. إسمهان ممني. التتويج البطولي والتاريخي للفريق الوطني باللقب القاري اهتمت به الصحافة الوطنية العربية والعالمية، فتصدر الإنجاز صفحاتها الأولى وأسهب صحفيوها في الحديث والإشادة بمسيرة فريق صنع الاستثناء خلال هذه الدورة. يومية المجاهد العمومية كتبت على صفحتها الأولى: الجزائر في سماء إفريقيا. وفي التفاصيل تأكيد على أن الفريق الوطني كان الأفضل خلال هذه الكان وعلى جميع المستويات، ولأنه الأفضل فقد استحق لقب الأسياد كما عنونت يومية الشروق الخضر أسياد إفريقيا. والتتويج هو ثمرة جهد واستماتة جماعية لكتيبة الناخب الوطني جمال بالماضي التي أهدت الكأس الثانية للجزائر. تكتب الخبر: وبالبنط العريض جابوها الرجالة،
والرجال هو ما عنونت به يومية أوريزون لتكون الجزائر باحتفالات أبنائها بهذا التتويج باهرة في عيون يومية الإكسبريسيون. وبالشكر والعرفان لأبطال الجزائر فضلت يومية المساء أن تكتب على صفحتها الأولى وتثني على روحهم القتالية على المستطيل الأخضر. من جهتها أشادت الصحافة العربية والعالمية بتتويج المنتخب الوطني بلقب كأس أمم إفريقيا، فجريدة الأهرام المصرية كتبت عن الموضوع وعنونت: الجزائر تتوج بطلا لكأس أمم إفريقيا للمرة الثانية. وعند مفاتيح هذا التتويج وقفت وبإسهاب مجلة فرانس فوتبول وذكرت التضامن اللافت بين اللاعبين، النشاط الهجومي الناجح والأسماء اللامعة. وبعد 29 سنة الجزائر بطل إفريقيا تعنون صحيفة آياس الإسبانية. ولأن أبو نجاح صنع نجاح الفريق الوطني بالأمس فقد تصدر اسمه عنوان جريدة دسان البريطانية. وبكثير من التميز لعب محاربو الصحراء كل أدوار الكان ليكون التتويج بالكأس مستحقا وتصبح الجزائر بطل إفريقيا للمرة الثانية في تاريخها، نقرأ على موقع فرانس 24. وبعد التتويج الرائع للفريق الوطني لكرة القدم بكأس أمم إفريقيا 2019 يتوافد إلى أرض الوطن ابتداء من مساء أمس المناصرون الجزائريون الذين تم التكفل بنقلهم أول أمس على متن الطائرات العسكرية 9 إلى القاهرة لمناصرة الفريق الوطني، وذلك تنفيذا لتعليمات السيد الفريق نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. وبوصول أولى الرحلات شهدت المطارات فرحة عارمة لدى المناصرين بعد الأداء المتميز للفريق الوطني خلال هذه المنافسة القارية والفوز المستحق بالبطولة، معبرين بشعارات وطنية وعبارات امتنان للقيادة العليا للجيش الوطني الشعبي التي تسهر دوما على الوقوف إلى جانب المواطنين وتسخر كافة الإمكانات البشرية والمادية تعزيزا لرابطة جيش أمة. نشكر السلطات الولائية والمحلية لولاية ورق على التسهيلات، والعسكرية وزارة الدفاع والجيش على التسهيلات اللي قدموها لنا. ويا بارك الله فيكم على المساندة هذه اللي ديتونا، وكما نقولوا فرحتونا، وهذه هي يا خويا، والحمد لله اللي ربحنا وفرحونا المنتخب. والحمد لله كانت الظروف مهيئة داخل الطيارات والوصول إلى الأراضي المصرية والعودة بهذه الكمية من الأعداد من الجماهير والعودة في أقل من 24 ساعة. الحمد لله يعني الجيش فوق رسالنا، خلقنا جو آخر في القاهرة بالأنصار الغفيرة للمنتخب الوطني، ونشكر الجيش الشعبي الوطني. نشكر محاربي الصحراء انصار كاع، قلنا نمشي نجيبوها وجبناها والحمد لله. وانت في تري في بلاجيري. وللتواصل معنا مشاهدينا عناويننا الالكترونيه دائما في الخدمه.
ونفتذق على الموكب الحافل للنخبة الوطنية والتناغم الكبير مع الجزائريين في مشهد لا ينسى.